السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي الهام دريم. اليوم جيت لكم فيديو ديال الحلوه ديال العيد. كنحضروا 4 ديال الاشكال ديال الحلوه بعجينه واحده وكيجيو رائعين بزاف. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت زبده ماركارين اللي كنجبدوها من قبل باش كتولينا على حراره المطبخ. كنحتاجو كاسونس ديال الزيت وكاسونس ديال سنيدة يعني السكر. انا استعملت كاس ديال السنيدة ونص كاس ديال السكر كلاسي. كنحتاجو كاس ديال النشا، العبار بليل، كاس ديال العنبة، فاني، قبيصة ديال الملح، جوج بيضات، والدقيق. الدقيق كيبقى على حسب الخليط. كناخدو الكسعة ديالنا اللي غنخدمو فيها العجينة، كندير فيها 250 غرام ديال الزبدة، كنضيفو عليها الكاس ديال السنيدة مع الكاس ديال السكر كلاسي، وكنخدموها مزيان حتى كتطلق لنا العجين. الزبده ما كتبقاش قاصحه وكتنسجم منها مع السكر والسنيده. كنضيفو حتى القبيصه ديال الملح والساشي ديال الفاني.
بالنسبه للشكل اللي فيه الفلون ديال الشكلاط، كناخذ هنايا نستلي، ممكن تاخذوا حتى الشكلاط البيض راه كيجي زوين. المهم انا استعنت بالبوش باش هكا كيسهل عليا العمليه. كناخذ داك الحفير اللي في الوسط، كنحاول انني نعمر بالنستلي وندير فيها شويه ديال اللوز اللي كيكون هكا كونكاسيون محمر. بالنسبه للشكل الثالث اللي استعمل فيه بودره اللوز، كناخذ الشوكولات كندوب واحد الكميه ديال الشوكولات ماشي بزاف، انا مهم ديك الشوكولات اللي كيكون على شكل مربعات كبيره، استعملت مربع واحد. وهنايا عندي واحد الكميه ديال اللوز، حتى هي كما كتشوفوا راه ليفه صغيره، يعني واحد الكميه قليله، يقدر يكون كاس صغير ديال اللوز. كنحمرو كنحاولوا نهرمشوا غير بالكاسه، ولا استعملوا الا كانت شي اله كتهرمش لكم كتخليكم اللوز كونكاسي استعملوها. وكما كتشوفوا انا خلطت مع ديك الشوكولات وصافي، كنبدا نجيب القطعه ديالي ديال الحلوه وكنحاول انا نغطسهم في الشوكولات ونحطهم بحال هكا، راه كيجي واحد الشكل زوين. بالنسبه للشكل الثالث اللي هو على شكل صابلي، هنا خديت معلقه كبيره ديال الجليكوز، معلقه كبيره ديال الناباج، واي نكهه كتفضلوا. انا استعملت النكهه ديال الفريز، كنديرهم فوق البوطه حتى كينسجموا العناصر، وكتذوب حتى ديك النكهه معاهم. وصافي كنبدا ندهن الحلوه القطعه اللي انا فيها ديك الثقب، وكندهنها وكنديرها في ديك اللوز اللي ما هرمش، وصافي. وكندير في القطعه الاخرى كندير فيها حتى هي شويه ديال ديك الخليط، وكنلصقهم، راه كتجي زوينين بزاف كما كتشوفوا، راه الفيديو مضحك وشي. وهاو هما الحلوات ديالنا بعد ما وجدوا، راه كيجيو زوينين بزاف، ما تقولوش هاد الحلوه راه موجوده بعجينه وحده. وكنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. المهم الواحد ياخذ غير لاباز ديال العجينه، ومن بعد يشكل الاشكال اللي كيفضل هو بالطوابع اللي عنده بالمقادير اللي عنده. وكنتمنى انكم تجربوا هاد الحلوه وتعجبكم، راه كتجي رائعه بزاف. في نفس الوقت هكا ما كنبقاوش كنشكلوا بزاف ديال العجائن والتمارة، كنصايبوا واحد العجينه وحده كتخرج لنا واحد الكميه اللي معقوله بالنسبه للعيد. ديك صباح الحيد راه كتحط كتجي كافيه تبارك الله. وصافي انا كنوريكم هنايا الشكيله تاع القرب، راه كيجيو زوينين بزاف. وما تنساوش الا عجبتكم الوصفه وجربتوها ونجحت معكم، انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها، وديروا لايك وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم. بسلامه.